في ظل التطور المتتابع لمواقع التواصل الاجتماعي ودخولها حيزاً أكبر في حياة المجتمع والمواطن، تتعدد الاستخدامات والدوافع من قبل رواد هذه المنصات. أما الجديد اليوم فهو كيف تصبح هذه المنصات بيئة سهلة لاستهداف الشباب والنيل منهم جراء كتاباتهم، ولكن من قبل من؟ من قبل إدارات الجامعات، حيث أقبلت عدة إدارات من جامعات مصر على دخول عالم مواقع التواصل الاجتماعي لتتخذ منها منبراً لمخاطبة الطلاب. ولكن أي خطاب عليها أن توجه؟ وهل انخراط الجامعة في تنبيه الطلاب من عدم التغريد ضد إدارة الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس يعد في إطار الحفاظ على هيبة الجامعة، أم يعتبر كما يراه الطلاب تهديداً صريحاً لمستقبلهم؟ كل هذا نتعرف عليه من خلال ضيوفنا. معنا عبر الهاتف الدكتور سيف الإسلام فرج، وهو باحث حقوقي في مرصد طلاب حرية وللحقوق والحريات، ومعنا أيضا عبر الهاتف الطالب عمر سليم. أرحب بكما وأبدأ مع الطالب عمر سليم. عمر، حدثنا أكثر عن طريقة استخدام الجامعات هذه الفترة لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي في تواصلها مع الطلاب. مبدئيا الجامعات بدأت ان هي تعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك او تويتر، تبدأ توصل للطلبة اصلا مواعيد المحاضرات والاستكاشن والحاجات اللي هي الطبيعية للمحاضرات. بدأ الموضوع بقى يتطور من فترة كبيرة، من سنتين تقريبا، ان هم بدأوا يرصدوا حركة الطلاب النشطين داخل الجامعة، سواء اللي ليهم نشاطات طلابية في الاتحاد أو نشاطات أسر الطلابية في داخل الجامعة، وبدأوا يتابعوهم بقى لو حد قال رأيه في حاجة ممكن يتحول لتحقيق. عندنا جامعات عدة في مصر حصل فيها نفس الوضع دوت، يعني مثلا في هندسة اسكندرية في حولوا بنتين للتحقيق لمجرد إن هم شدوا مع بعض في جروب الدفعة عن محاضرة ما أو دكتور ما. ده الوضع باختصار عن الموضوع. نعم، إذا عمر، الآن الحالة هي استخدام للجامعات كي فقط تتابع سلوكيات الطلاب أو ما يكتبه الطلاب، وليس لمحاولة التواصل مع الطلاب بشكل يفيد في سير العملية التعليمية. لا خالص، ما فيش أي تواصل. يعني حتى مثلا أنا واحد من الناس لما باجي مثلا بيبقى في دكتور مثلا طالب مني حاجة في الكلية وبستفسر عنه، بكلمه مثلا على الفيس مثلا استفسر عنه بيها، يعمل لي سين وما يردش عليا، ويقول لي لما اروح الكلية اساله عليها يروح يقول لي لا انا بس الصفحة دي كده بتابع بيها، انما لو عايز مني حاجة تسألني في الكلية. هل لمحت اذا عمر، هل لمحت ان هو محرم على الاساتذة في الجامعات من قبل ادارات الجامعات ان يستخدموا هذه المواقع في التواصل مع الطلاب؟ لا مش محرم خالص، مفيش قانون بيحرم ده، بس هو مش عاملها عشان الهدف ده. الكليات والجامعات عموما ليهم صفحات تواصل اجتماعي موجوده عده وبتديها المؤسسه التعليميه نفسها، بس ملوش ان هو يتكلم في اي حاجه، ما بيتكلمش في اي امور تخص الطلاب او الكلام ده. هو كل اللي بينزله مثلا جداول استكاشن، مواعيد الامتحانات، الحاجات البسيطه دي. نعم عمر، ابقى معي، دعني أنتقل إلى الدكتور سيف الإسلام. دكتور سيف، استمعت إلى عمر وهو طالب الآن يعاصر كيفية تعامل الجامعة مع مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تقيم هذا التعامل في الفترة الأخيرة؟ في البداية زي ما قال عمر، هو الجامعات أدركت خلال الفترة الأخيرة أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، فبدأوا زي ما قال يعملوا صفح وأكونتات وكل الحاجات المتاحة سواء على فيسبوك أو تويتر أو انستجرام، كل المواقع اللي يعني بدعوى إن هم يبدأوا يتواصلوا مع الطلاب عن طريق هذه الأكونتات. ولكن حصل العكس، بدأوا إن هم يراقبوا الطلبة عن طريق الأكونتات ويجيبوا موظفين يقعدوهم يراقبوا الأكونتات نفسها اللي هم مستهدفينها أو اللي هم الرموز الطلابية. زي ما حصل مثلا في الجامعة البريطانية، عدد من الطلاب أو في حدود 13 طالب اتفصلوا سابقا العام الماضي تقريبا بسبب أنهم كانوا بيدعوا على الفيسبوك لعمل لائحة جديدة، فتم فصل الطلاب دول. عدد كبير من الطلبة لما كانوا بيحضروا مجالس التأديب والتحيات معهم في الجامعات، كانوا الجامعات بتجيب لهم برنتات سكرين من الأكونتات بتاعتهم وتواجههم بيها، كلهم أنتوا كتبتوا كذا يوم كذا وعملتوا كذا إلى آخره.
نعم دكتور، يعني الموضوع ده بدأ من نعم زمان، يعني مش دكتور سيف. الآن مواقع التواصل الاجتماعي، الطلاب يغردون على صفحاتهم الشخصية، يقومون بالتغريد من خلال منصاتهم هم الشخصية، وليس على صفحة الجامعة أو ليس على المنشورات على صفحات الجامعة. يعني لماذا تعتبر الجامعة أن التغريد على صفحاتهم حتى ولو كان بانتقاد الجامعة هو ربما انتقاص لحق الجامعة أو من هيبة الجامعة، طالما أنهم لم يغردوا على صفحاتهم، على عفوا على صفحات الجامعة ذاتها؟ هي يعني حقيقة هي ما لهاش تفسير غير انها استمرار للسياسة القمعية، يعني بعد قمع الطلاب في التعبير عن ارائهم عن طريق المسارات الرسميه، سواء عن طريق الاتحاد او عن طريق الاسر الطلابيه، او حتى التعبير في مسيره او مظاهره في الحرم الجامعي، فالطلاب بداوا ينتقلوا للتعبير عن ارائهم على الفضاء الالكتروني في الفيس وخلافه. فده الجامعات حاليا او الادارات بتتعامل معاه باعتبارها تهديد، زيها زي المظاهرات او الوقفات الاحتجاجيه اللي بتحصل في الجامعات. هي دي الطبيعه الدكتاتورية أو القمعية اللي بتسير. نعم. إذا هو انعكاس ربما للوضع السياسي على الوضع التعليمي في الجامعات. ابقى معي دكتور سيف وأنتقل إلى عمر مرة أخرى لأسأله. عمر، الآن أنت كطالب، ما هو الخطاب الذي تود من الجامعة أن تبدأ في طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات هذه المواقع وتبادل الآراء مع الطلبة من خلال هذه المنصات؟ هو بس المفروض ان مواقع التواصل الاجتماعي دي بتبقى معموله عشان ان احنا نبدا نتواصل مع العمليه التعليميه او الاداره التعليميه بالنسبه لنا في الجامعات والكليات، ونبدا العمليه تبقى اكثر سهوله. دلوقتي العكس، الموضوع ما بيحصلش. فانا دلوقتي مش شايف لها هدف، مش شايف هدف ان هم بيعملوا منصات الكترونيه يتواصلوا بيها معانا او يسهلوا علينا العمليه التعليميه. مفيش مواطنه للعمليات التعليميه الدوليه، وفي نفس الوقت مفيش اصلا عمليات تعليميه على الارض في الجامعات والكليات، مفيش اصلا فيها تطور. فبالتالي ده مش منعكس على المنصات الالكترونيه هم عاملينها. هم عاملينها مش عشان الهدف. اذا نفس المدرسه القديمه في الفكر هي المنعكسه على هذه المنصات. دعني انتقل لاستعراض نتيجة استطلاع الرأي الذي طرحناه على صفحتنا على تويتر. يقول استطلاع الرأي: كيف ترى توجيه التهديدات ومتابعة ما يكتبه الطلاب على صفحاتهم الشخصية وفصل بعضهم من قبل الجامعات المصرية؟ كيف ترى هذه الحالة؟ طرحنا عدة اختيارات. الاختيار الأول يقول الحفاظ على هيبة الجامعة، وحصد هذا الاختيار 23% فقط من التصويت. أما تقييدا للحريات الاختيار الثاني، وهو أخذ النسبة العليا من آراء المشاركين ب 68%، وهناك من غرد بآراء أخرى في هذا الاستطلاع. أذهب باستطلاع الرأي هذا إلى الدكتور سيف. دكتور سيف، الآن لماذا لا نعتبر أن الجامعة لا ترسل تهديدات ولكن ترسل تنبيهات لعدم التجريح وعدم السب والقذف، كما نشر في منشور مشهور لجامعة حلوان تم تداوله بكثرة بين الطلاب على موقع فيسبوك؟ لماذا لا نعتبره أنه محاولة فقط من الجامعة للحفاظ على هيبتها من السب والقذف فيها؟ هو حقيقة لا يمكن اعتباره إلا تهديد. يعني لو تكلمنا ان الجامعات بتدافع عن نفسها في السب والقذف، ان الطلبات بيشتموها وبيسبوهم، في جهات معنيه في الدوله، في قانون هو اللي يعني بيحاسب اللي بيسب حد او يقذفه، وليس المعني بذلك اداره الجامعه. مش لو طالب عبر عن رايه، اداره الجامعه مش من حقها انها تفصله. لو في تجاوز، اداره الجامعه تحول الموضوع للجهه المختصه المفترض هي بتجيب الموضوع ده. في قانون في الدوله، لو احنا مش هنمشي بالقانون وكل جهه او كل مكان هيمشي بدماغه، احنا كده بنلغي القانون اللي هم بيطلبوا ان هو يطبق. نعم، دعني اعود الى عمر سليم. عمر، الان انت كطالب، ما هي الحدود التي تضعها لنفسك في التعبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في آراء ربما تخص الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس؟ هل هناك حدود موضوعة أم أن حد الحرية أو سقف الحرية مفتوح في الانتقاد بما قد يصل، كما غرد البعض بأن هناك بعض من الطلاب يسبون الجامعة؟ هو الطلاب مش هقول لك أنهم مش بيشتموا، بس بيشتموا على الإدارة اللي موجودة بشكل عام، سياسات الدولة، سياسات الجامعة نفسها.
الوضع في الجامعات وفي الكليات بينعكس من سياسات الدوله نفسها. كل ما زادت قمعيه الدوله في التعامل مع الطلاب والتعبير عن الراي في الشارع، كل ده بينعكس على قدرات الجامعات بالنسبه ليها مع الطلاب داخل الحرم الجامعي. يعني كل ما زاد القمع بره كل ما زاد القمع داخل الحرم الجامعي. انا دلوقتي مثلا لما بعبر عن رايي مثلا على صفحتي الشخصيه، بتكلم ان انا دلوقتي انا من حقي كطالب ان انا حقوقي في الجامعه 1 2 3 4 وليا لائحه طلابيه بتنظم العمل داخل الجامعه. انا دلوقتي بطالب بحقي وطبيعي جدا ان انا اعبر بيه عن رايي. بالعكس هو بياخد الراي دوت ان انا ضد الحركه التعليميه وضد النظام وضد الدوله ويبدا يحتجني عليه، لان انا بطلب بحقي من الحقوق. الطلبه عموما بيحطوا لنفسهم حدود، بيحطوا لنفسهم حدود في موضوع التعامل بين الاداره وبين بين الطلاب. بس نعم. مع زياده القمع بيبدا زياده الحده في الخطاب. نعم. عمر، اوجه سؤالا اخر لك الان. هل تطلعون على تجارب الجامعات في البلاد الاخرى، الجامعات التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي وتحاول ان ترصدوا هذا التفاعل من قبل الجامعات في الخارج مع طلابها وان توصلوه لادارات الجامعات لديكم حتى تحققوا ربما نوع من التفاهم بينكم وبين ادارات الجامعات؟ هو في اطلاع من الطلبه عموما بالنسبه ليهم على الجامعات الغير مصريه والجامعات الخاصه حتى الموجوده جوه مصر في نظام التعليم بالنسبه لهم. في اطلاع كبير جدا، والطلبه عموما الطلبه عارفه الوضع ده وعارفه الفرق بين التعليم المصري في التعليم الحكومي وفي التعليم الخاص وبالنسبه للجامعات الغير مصريه اللي بره مصر. شيء مثلا هكلمك على مثال بسيط جدا. انا مثلا عندي تدريب عملي في الكليه بتاعتي. المفروض ان انا بعمل ابحاث بشكل عام جدا على عموم الناس. جيت كلمت الدكتور قلت له انا عاوز اعمل بدل ما احنا بنعمل استمارات بحثيه على ورق نعملها الكترونيه ونبدا نرسلها للناس اللي احنا مستهدفين الفئه اللي احنا بنعمل الاستطلاع بيان عليها. قال لي لا، هو الوضع كده وما ينفعش يتغير، هي احنا ماشيين بالنظام ده. فده مثال بسيط على كليه واحده في جامعه بحته. اتضح. إذن قمتم بالفعل بتقديم الأفكار والآراء للجامعات إلا أن هناك عدم استجابة. شكرا لضيفي الدكتور سيف الإسلام وأيضا عمر سليم أحد الطلاب أيضا. وبهذا مشاهدينا تكون هذه الحلقة قد انتهت. وتذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا والقصص لعل واقعا ربما يتغير من خلال هاشتاج. إلى اللقاء.